ده عبارة لحسن فتحي: كلما ساعدت الآخرين على النجاح ازددت نجاحا. ده جرافيتي مرسوم على الجدار اللي أمام بيت المعمار المصري اللي فيه متحف محمد حسن فتحي مهندس ويصا ناصر. ادي بيت المعمار. بيت المعمار المصري. هنا عاش المعماري حسن فتحي 4 ضرب اللبان الخليفة القاهرة، ويسمى منزل علي لبيب. بجوار الجامع قنيبي الرماح.